وللمزيد حول عمليات الاحتيال التي تتم على النازحين ينضم إلينا عبر سكايب من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق علي القيسي. أهلا بك معنا أستاذ علي. أهلا وسهلا، بارك الله بكم. أهلا بك أستاذ علي. نازحون في صلاح الدين تعرضوا لعمليات احتيال من جهات تدعي أنها منظمات إغاثية كما شاهدنا وإياك في التقرير، يعني بحسب تقديرك من يقف وراء هذه الجهات؟ لا شك أن الحكومة تقف وراء هذه الجهات، هذا أمر مفروغ منه، لأنه هذه المخيمات لا يستطيع أحد الوصول إليها، بل أن هناك منظمات إنسانية محايدة وداعمة حقيقية لهذه المخيمات وللنازحين تمنعهم الحكومة من الوصول إليها، وحتى منظمات دولية الحكومة تمنع، هناك منظمات دولية الحكومة تمنع وصولهم إلى النازحين. كيف تستطيع منظمة أن تأتي إلى هذه المخيمات وتصطحب، يعني الإنسان في هذا المخيم إنسان ضعيف يشعر بالجوع والفقر وسوء الأحوال الصحية، وكما يقول المثل يعني الغريق يتعلق بقشه، ويتم استدراجهم بهذه الطريقة. لابد أن يكون للحكومة دور وجهات مدعومة من الحكومة لتوريط هؤلاء لغرض تمييع موضوعهم وقضيتهم والاستيلاء على أملاكهم وضمان عدم عودتهم إلى مدنهم. يعني كما شاهدنا في التقرير القروض يعني متعلقة بسيارات ولربما أشياء فارهة أيضا، يعني ما الهدف من وراء توريط هؤلاء النازحين في أبسط مقومات عيشهم؟ الهدف هو إجبارهم على يعني التخلي عن أملاكهم، عن مزارعهم، عن قراهم، عن مدنهم، بهدف التغيير الديموغرافي وجعلهم يعني مطلوبين للعدالة ومطاردين ومديونين رغم هذه المعاناة اللي يعانون منها. الكثير يعلم أن قد لا يعلم الكثير في العراق أن هناك 69 يعني مخيم نزوح الآن 69 مخيم نزوح. قصة النازحين في العراق الآن تختصر في يعني في جملة واحدة، أنهم أصبحوا غرباء، يعني في وطنهم غرباء على وطنهم. هذه هي الكارثة، والحكومة يعني بدل من إنهاء مبررات النزوح أقدمت هذه السلطات على إنهاء وجود المخيمات في فترة التي تعد شاهد ودليل على فشل الحكومة، ويعني على لأنه حاولت أنه يعني تنهي عدد أكبر عدد من المخيمات، لأنه هذه المخيمات أصبحت وصمة عار في جبين الحكومة. لكن البديل شنو؟ أين يعودون هؤلاء؟ يعودون إلى مدن وبيوت محطمة لا يمتلكون، يعني 99% منهم الآن لا يمتلكون وثائق، هناك وثائق صدرت جديدة بعد عملية نزوحهم، لا يمتلكون وثائق، لا يمتلكون تصريحات أمنية، لا يمتلكون موافقات. ثم هناك تعدد الجهات، هناك يعني جهات عديدة الآن، الميليشيات والأجهزة الأمنية، الأمن الوطني والاستخبارات الجيش واستخبارات الشرطة واستخبارات كتائب حزب الله ومخابرات الحشد الشعبي، أكثر من 10-12 جهة تطارد هؤلاء. يعني إذا عادوا إلى بيوتهم أين يعودون؟ إذن من هي الجهة المناط بها حماية هؤلاء بعد تخلي الدولة ولربما يعني تواطؤ الدولة عليهم كما ذكرنا؟ لا شك أن الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر تقع عليها المسؤولية الحقيقية في هذا الأمر، خاصة الأمم المتحدة ومكتبها في العراق، وهناك مكتب مختص بالنازحين وحقوق الإنسان، لكن هذه للأسف لم تقم بدورها، والسبب هو وزارة الهجرة والمهجرين. هل تعلم أن وزارة الهجرة والمهجرين خفضت اعتماداتها رغم ارتفاع أسعار النفط، خفضت تخصيصاتها بنسبة كبيرة جدا بخصوص النازحين. والأمر الآخر أن وزارة الهجرة والمهجرين أصبحت يعني وسيلة للنزوح، شاهدنا كلنا ما جرى في قرية في ديالة في قرية الإمام،
يعني وزارة الهجرة والمهجرين والأجهزة الأمنية ساهمت في عملية النزوح بدل ما تقدم حماية لهؤلاء من الميليشيات الإرهابية التي هاجمتهم وقتلتهم وحرقت ممتلكاتهم. في ظل هذه الانتهاكات يعني واستمرار هذه الانتهاكات، برأيك هل يمكن الوثوق أو التعويل على أي دور للأمم المتحدة في تحريك هذا الملف في الدفاع عن هؤلاء، في لربما يعني إيقاف هذه الانتهاكات ضدهم؟ لا شك أن الأمم المتحدة إذا تحركت الآن تستطيع أن تفعل الكثير، خاصة بعد أن ثبت أن الحكومة متواطئة ضد هؤلاء الناس ولا تريد عودتهم ولا تريد إنهاء معاناتهم. والأسباب ليس لأسباب يعني أو ذنوب يتحملها هؤلاء أساسا خرجوا من مدنهم وأصبحوا نازحين بسبب فشل الحكومة. لو كانت هناك حكومة تحميهم وتمنع دخول داعش إلى مدنهم لما وصل هذا الحال إلى ما هو عليه. وأريد هنا أن أؤكد على نقطة مهمة جدا وخطيرة، انهيار الوضع الصحي الآن في المخيمات سبب عدم وجود تخصيصات الحكومة، وهناك وثائق تثبت بأن الحكومة رفضت أي تخصيصات من مواد صحية وحتى مواد البطاقة التموينية وغيرها، رفضت يعني إيجاد تخصيصات مالية لها. هذا الأمر يؤكد بأن هذه الحكومة تريد قتل هؤلاء وتشتيتهم بدل من عودتهم إلى مدنهم. ما رأيك يعني تبرير الحكومة لربما أن الميزانية لا تسمح؟ يا سيد الميزانية لا تسمح، كيف يتم الآن إرسال مساعدات إلى حزب الله، إلى حزب الله لبنان وإلى الحوثيين وغيرها، وإقامة مهرجانات وغيرها من الأمور؟ هناك مئات الملايين الدولار تنفق يوميا على ميليشيات إيران وغيرها وعلى أشياء هامشية لا تستحق حتى يعني من المعيب حتى ذكرها. ثم أن أسعار النفط الآن وصلت اليوم، سعر البرميل وصل إلى 95 دولار. بإمكان الحكومة العراقية أن تعيد بناء بيوت هؤلاء وتعيدهم إلى أماكن سكنهم خلال شهر واحد، لكن الحكومة متواطئة وعدوة في هذا الأمر. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا عبر سكايب من برلين، رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق السيد علي القيسي، شكرا جزيلا لك.